السلام عليكم ورحمة الله، معكم شاري من جيمر سناك، واليوم بقدم لكم انطباعاتي للنسخة التجريبية من لعبة Gears 4. أول شيء حاب أن أشكر فريق مايكروسوفت على توفيرهم لنا كود النسخة التجريبية من هاللعبة. طبعا اللعبة هذه تعتبر من أقوى حصريات الأكس بوكس في الجيل السابق، والحين ترجع لنا بجزء جديد للجيل الحالي. طبعا النسخة التجريبية محدودة جدا، فصعب انك تحكم على اللعبة النهائية سواء كنت مشاهد او لاعب. النسخة محدودة في 3 أطوار و3 خرائط بس. اول واحد اللي هو تيم ديث ماتش، اللي يعتبر شيء اساسي في اي لعبة اونلاين، وهي عبارة عن فوز الفريق اللي يوصل عدد قتلات معينة او نقاط معينة. وثاني طور اللي هو الدوج بول، راح يكون نفس الديث ماتش تقريبا، لكن اللي يختلف فيها اذا اقتلوك انه لازم تنطر زملائك انه يقتلون واحد من المنافسين عشان تصحى وتكمل اللعب. واخر طور اللي هو كوب تيم ديث ماتش، هو نفس الديث ماتش لكن اللي يختلف انكم 4 أشخاص تتعاونون على هزيمة الكمبيوتر وهو بالمستوى الصعب. اسلوب اللعب كان ممتاز من ناحية الحركة والتصويب، وبداية كل لعب راح تختار من الاسلحة الاساسية والباقي تلقاها على الارض، او اللي ضدك اخذ السلاح قبلك. كل اللي عليك انك تقتله وتاخذه منه. والخرائط كانت ممتازة وتصميمها جميل، من ناحية انها كانت تكفي 10 لاعبين بدون اي مشاكل، يعني ما كانت كبيرة او صغيرة، وما لقيت اي صعوبة ان القى اللاعبين اللي ضدي. ولا زالت اللعبة عندها الطابع القديم من ناحية انك تحتمي ورا الجدار او انك تتنقل بينهم وتصوب على الاعداء. الجرافيكس كان بسيط جدا، وهذا لان لا زالت اللعبه من النسخه التجريبيه، لكن ما واجهت مشاكل تقنيه، والرسومات طبعا ما كانت بالجوده المطلوبه، وانا اعتقد ان راح نشوف تطور بالرسومات في النسخه النهائيه من اللعبه، وهي راح تكون 30 اطار لطور القصه و60 اطار لطور الاونلاين لما تنزل اللعبه كامله. اللعبة لا زالت محافظة على النظام التقليدي للسلسلة، وانا اشوف ان اللعبة راح تكون ممتازة للي ما جرب ولا جزء من قبل، وبتكون سهل عليه بدون اي تعقيد، وانه يقدر يدخل ويتعمق فيها بسرعة. وبالاخير النسخة التجريبية متوفرة اول شيء لاصحاب Gears of War Ultimate Edition من تاريخ 18 ابريل الى 24 ابريل، او انك تنتظر الى تاريخ 25 ابريل راح تقدر تدخل البيتا المفتوحة للجميع، واخر يوم راح يكون للبيتا بشكل عام 1 مايو، واللعبة راح تكون متوفرة في 11 اكتوبر 2016. وهذه كانت انطباعاتي للعبة Gears 4. اتمنى ان اعجبك المقطع، ولا تنسى انك تنشر المقطع وتسوي لايك واشترك بالقناة اذا حاب توصل لك اخر مقاطع القناة. يعطيكم الف عافية ومع السلامة. Looks like it went this way. Come on.